متابعين ومتابعات قناتنا نانا شوبينغ اكادير، مرحبا بكم من جديد. فيديو جديد كما كتشوفوا اليوم كاينه عند حياه فلوغ عرضات عليا، كنقول الله يعطيك الخير. كانت عندها مناسبه ديال الاحتفال ديال ولدها اليان بعيد ميلاد ديالو، بغيت نقول كلشي البنات يقولوا لها جويز انيفيرسير اليان، وحتى بيان كذلك اخت حياه هي عندها عيد ميلاد. وهنا جيت ندير لكم دويره، كما كتعرفوني كنبغي نسبق الاحداث في التصوير، داكشي جيت درت الدويره هنا في الديسير. تبارك الله على امينه صيبات الديسير بواحد الطريقه زوينه عجبتني. وهنايا لاله الدجاج، ها هو مصايب مشرمل مقاد الحليوات كلشي موجد فوق الطبله ولا فوق البلون طرافاي، باش هكا ملي كيدخلوا الناس ماشي عاد كتوجدي وكتقادي، دائما كتقادي على تيتا. المهم بالنسبه لهاد البلايص فين كوموندات حياه فلوغ كتلقاو عندها في القناه ديالها، دخلوا غتلقاو جميع المعلومات فلاشين ديالها. وهنا جيت نصور لكم الكليسه اللي عجبتني ديال الحنينه، ها هي دايره بحال هكا في الخضيضر ومزينين مزينينها بهكا. المهم هنا كان جابت اللعابات، تبارك الله على هاد اللعابات عرفتي رائعين. نخليكم مع الاجواء الحقيقيه باش هكا تكتشفوا كل شيء معنا في الفيديو. بنات سولتوني على الكسيوات، ها هي مولات الكسيوات كاع نوري لك اجي هكا. المهم انا وريت لكم كاع مولات الكسيوات، غادي نخلي لكم باج انستغرام ديالها هنا باش هكا تواصلوا معها. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم المتابعات ديال نانا نانا شوبينغ. نتمنى الكل يكون بخير وعلى خير، مرحبا بكم شي حاجه مرحبا بها ان شاء الله. والله الا زني كسيواتها رانا خديتهم من عندها، وما عمري زعما تلاقيت مع راه اول لقاء ليا بها، زوينين خدمتها خونا. المهم اللي بغا شي حاجه مرحبا بي، واتمنى تكون مناسبه ما تسمعونيش. وكذلك تلاقيت مع خدوش. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم، أموركم هانية؟ شنو تعودوا؟ واش خباركم؟ المهم غادي نجي تعند ندي جيت عند المهم اليوم حي دير عيد ميلاد ولدها ياك. المهم هكا عيطا على خواتاتها إياد و هذا إليان وبريان يديروا لهم بجوج. المهم أنا يلا خليكم معنا، أنت 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 أصلا جاك ضعيف. يلا يلا حاجه كي جاك هذا الشيء؟ you
ديري هكا جات وقت العشاء اللي كان فيه دجاج محمر. الوغ انا غير تكلفت باش حطيت الحياه العشاء، ماشي انا طيبته وطيباتو عند غيزلان. صراحه كانت مريقه ديالها غزاله وزوينه، هانتوما كي كتشوفوا لاصوص خاطره تبارك الله وبنينه. المهم تبارك الله عليها وبصحتنا حنا اللي كليناه ومش باناش منه، صراحه كان لذيذ 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 بزاف. المهم البنات كما كتشوفوا هنا حاولت اننا نحطوا الطباسل كاملين بمساعده البنات، راه كل شيء كيعاون، يعني خديجه ولا حياه ولا عتيقه، واخا زعما عراضه ديالهم وهذا، راه كل شيء داير يدي، كل واحد كيدير شي حاجه. وبيان سور حنا غادي نعاونوا، لان دائما انا حياه كتعاونني ودائما كتوقف معايا، وبالتالي خصني ضروري حتى انا ما نعاون. هنا حطيت الطباسل، وكل طبسل كنحط فيه الدجاج وكندير لاصوص، وكنحاول ما امكن ديك الزيت ديال الدجاج كنديرها من الفوق باش هكا كتخلي غير الدجاج كيبري كيلمع. المهم كيعجبني هاد اللمسه هكا. بالنسبه الهريسه وهذا، لان كما قلت لكم كان كومونداتو عند واحد السيده، الوغ نسات الهريسه داكشي علاش ديبانينا غير بشي حامض بحال هكا، وحطيناه من الفوق كما كتشوفوا معايا. صافي لاصوص ها هي سالات. هنا راه البنات حيت تبارك الله الطباسل كثار، داكشي كانت شي تقريبا شي 5 ديال الحطات، فراه لاصوص تقريبا جات هي هذيك، عرفتي جات لحد في القد، تقولوا داكشي كان معبور سبحان الله. المهم صافي هنا صافي غادي نحطو. هنا بيلي مسكين كيدار فيه الجوع، شم ريحه الماكله فيه الجوع. صافي هنا غير كنمسح الطباسل من الجناب ديالهم، راكم عارفين ضروري ما نديرو ديك اللمسه الاخيره ديال الطباسل، تحطيهم داكشي بيان فيني. صافي المهم هنا راه كاين الليله البنات. الوغ بالنسبه لي انا ربطت عند حياه. Thank you.
بعد ما دوزنا واحد الليله اللي كانت زوينه صراحه ضحكنا ونشطنا الصباح هذا البنات تنصور لكم الصباح هنا تبارك الله نضوا البنات جمعوا هاد الشي خوتات حياه تبارك الله عليهم صافي بحال ما كانت الروينه انا سبحان الله وهنا كنت غادي انا وامينه وخديجه غادي نمشيو ان شاء الله نجدوا الطريق وعتيقه كذلك غنشدوا طريق الاكادير ونقدموا لك البنات. بالنسبه لامينه كنت ديجا قلتها لكم في لا فيديو كي ما عرفتش غيتسمع الصوت ولا لا هذه هي امينه اللي في القدام امينه خاصه بالكسيوات كدير الفصاله ديال الحوايج العصريين كدير التقليدي كذلك ولكن دابا ولات متخصصه في اللباس العصري البنات عندها كسيوات سراول حويجاتها اللي لابسه حتى هما راه هي اللي مصايباهم انا كنا دايرين الماسك وناشطين مع قبنه خديجه كتصور من كاينه في اللور كتصور هي وعتيقه المهم انا وامينه كنا في القدام صافي شادين الطريق كلها موسيقى وكلها نشاط كنتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد فيديو ما تنساونيش ملي لايك والبارطاج ديال كذلك اللي مازال ما شاف هاد لا فيديو والفيديوهات السابقه يشوفوهم البنات ضربوا طليله على الفيديوهات اللي فايته وشكرا كنبغيكم بزاف حتى الفيديو المجي ان شاء الله.